ديالك. فحال لا قدر الله سيدتي كنتي مصابة بهاد الأمراض، راه وزارة الصحة كتوفر لك الأدوية اللازمة اللي كتمنع انتقال فيروس فقدان المناعة المكتسب والزهري من الأم للجنين. والتكفل كيشمل كذلك الولادة في ظروف كتراعي الحالة الصحية ديالك. ولهذا على جميع النساء الحوامل يتوجهوا للمراكز الصحية ويستفدوا من الخدمات الصحية اللي كتوفرها وزارة الصحة بالمجان. فما تردديش تجي للمركز الصحي اللي قريب ليك باش تستفدي من مراقبة الحمل ديالك ومن الكشف المبكر عند السيدة والزهري، وتاخذ النصائح والتوجيهات ديال مهني الصحة، حيت راه كل ما كان الكشف بكري كل ما كان الطفل ديالك محمي أكثر. ونذكرك سيدتي أن المراكز الصحية خدت كل التدابير الوقائية والاحترازية الخاصة بمحاربة مرض كوفيد 19 باش تستقبلك في ظروف جيدة وتحميك وتحمي مهني الصحة. سلامتك وسلام طفلك هي أولويتنا. الله على راحة قتلاتنا كورونا، الحمد لله اللي مشات. فين مشات؟ راه مازال عايشة معانا. حجر صحي راه سالا، ما بقى لا كورونا لا والو. الله يهديك اختي، راه الحجر الصحي اللي سالا ماشي كورونا، وإلا سالوه راه غير باش يعاونوا الاقتصاد ديال البلاد والناس اللي تضرات تعيش واحد شوية. أما كورونا راه مازال عندك وحدي راس، عندك تحيدي الكمامة وخلي مسافة.